السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع رحاب اللغة العربية في رحاب اللغة العربية السنة السادسة ابتدائي، النص الأدبي الصيد ومنافعه، وهو في الوحدة الأخيرة من المقرر على بركة الله. إذا ننظر أولا إلى الصورة. إذا الصورة تجسد لنا صيادا رفقة كلبه في رحلة صيد، في رحلة بحث عن طرائد جديدة. إذا هذا النص من خلال الصورة سيتحدث لنا عن الصيد، ومن خلال العنوان عن الصيد ومنافعه. إذا على بركة الله نبدأ. إذا صاحب النص إبراهيم فيجيجي، ونسبة إلى فيجيج وهي مدينة مغربية بالجنوب. على بركة الله نبدأ قراءة النص. يلومونني في الصيد والصيد جامع لأشياء للإنسان فيها منافع، فأولها كسب الحلال أتت به نصوص كتاب الله وهي قواطع، وصحة جسم ثم صحة ناظر، وإغلاق باب القيل والقال رابع، ويورث طيب النفس والجو الجود والسخاء، ويألف منه الصبر من هو جازع، وينفي الهموم المهرمات عن الفتى، ويصرف وفد الشيب كي لا يسارع، ويغني عن الطب العصيب علاجه، وما مثله للحزن والسقم دافع، وفيه حضور النفس من كل بغية وكل سرور بالمباح فواسع. ألا ليت شعري، ألا ليت شعري هل تعود لنا المنى، وتسعفنا الأيام والسعد راجع، ونسمع تغريد الطيور إذا غدت لمختلف الأصوات صبحا تراجع، ينافحنا بالطيب نبت شواهق، وتنصع من نبت الخزامى دوافع، وقد جاء في الأسفار غنم وصحة، وذلك من قول النبوة شاسع. إذن أهمل الشاعر عمل كيل للضرورة الشعرية من خلال هذا. إذن كيلا يسارع، ولكن للضرورة الشعرية قلنا يسارع، أو قالها الشاعر قال يسارع. إذن أبحث في معجمي عن معنى خزامة. الخزامة وخزامة معروفة عندنا، ولكن في المعجم ماذا نقول؟ أبحث في معجمي اللغوي. خزامة نبات ذات ألياف طويلة السيقان، هذه الخزامة طويلة السيقان، أوراقه صغيرة وألوانه متعددة ورائحته طيبة. إذن جازع في أبحث في المنجلي عن معنى جازع والسقم. إذن جازع لم يصبر على ما أصابه. الجازع هو الذي لم يصبر، من فعل جزع أي لم يصبر على ما أصابه. السقم وهو المرض، وهو ضعف شامل للصحة. نعم. إذن عما يتحدث النص؟ ذكر الشاعر عما يتحدث النص، وذكر الشاعر في البيتين الثاني والثالث أربع منافع عند الصيد، ما هي؟ إذا من خلال هذا السؤال الثاني نعرف عما يتحدث النص. يتحدث عن منافع الصيد، سنعود إلى ذلك في النص. إذا يتحدث النص عن الصيد ومنافعه الكثيرة. نعم. إذا ذكر الشاعر في البيتين الثاني والثالث أربع منافع عند الصيد، ما هي؟ إذا البيت التالي والثالث. إذن الثاني، فأولها كسب الحلال. إذن الأولى، هذه المنفعة الأولى، كسب الحلال أتت بها نصوص كتاب الله وهي قواطع، صحة جسم المنفعة الثانية، ثم صحة ناظر. إذن المنفعة الثالثة، المنفعة الرابعة هي هذه، هي إذن وإغلاق باب القيل والقال. إذن المنافع الأربعة التي ذكرها الشاعر في البيتين الثاني والثالث: الكسب الحلال، صحة الجسم،
صحة الناظر إغلاق باب القيل والقال. نعم، ما الأخلاق التي يكتسبها ممارس الصيد؟ دائما من خلال النص. إذن طيب النفس، جود، والسخاء، والصبر. الصبر. إذن الأخلاق التي يكتسبها ممارس الصيد طيبة الأخلاق أو طيبة النفس، الجود، السخاء، الصبر. نعم، بما يتمتع الصياد وهو يمارس هوايته. إذن يتمتع، هل تركنا؟ إذا قلنا أيضا نجيب عن هذا السؤال، ربط أو ماشي مشكلة. يتمتع الصياد وهو يمارس هوايته بالاستمتاع أو بالاستماع، عفوا، بالاستماع إلى تغريد العصافير وبرائحة الطيب التي تعم المكان. إذن يتمتع الصياد وهو يمارس هوايته بالاستماع إلى تغريد العصافير وبرائحة الطيب التي تعم المكان. ثم نعود إلى هذا السؤال، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين صحة الأسفار في حديث مأثور، ما البيت الذي يتضمنه هذا المعنى؟ إذن البيت الذي يتضمن ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحة والأسفار في حديث مأثور هو، وقد جاء في الأسفار غنم وصحة، وذلك من قول النبوة شائع. إذن البيت الأخير من القصيدة. نعم، إذن أتذوق أو أفكر، ذكر الشاعر منافع للصيد، أذكر منافع أخرى. إذن بعض منافع الصيد الأخرى التي لم يذكرها الشاعر في قصيدته، الشجاعة، تعلم الرماية، التعرف عن قرب عن حياة الحيوان في البراري، في انزلونا واحد في البراري يعني في الغابات وفي الجبال البراري، الاعتماد عن النفس. إذا مجموعة من الفوائد، الاعتماد عن الشجاعة، تعلم الرماية، التعرف عن قرب عن حياة حيوان في البراري، ثم الاعتماد عن النفس. أبين كيف يكون الصيد رياضة مقوية لجسم الإنسان، وما الأعضاء التي تستفيد من ممارسته؟ إذن الأعضاء التي تستفيد من هواية الصيد، البصر حيث يقوى النظر، ثم عضلات الفخذين والقدمين لأن الصياد يقطع مسافات طويلة بحثا عن صيده، ثم الكتفين حيث يحمل طرائده. عندما يحمل الصياد الطرائد فإنه يقوي عضلات الكتفين. إذن هذه مجموعة من الأعضاء التي تقوى عند ممارستنا هواية الصيد. الصيد رياضة وهواية، أذكر رياضات أخرى، ماذا تفضل منها ولماذا؟ إذن أفضل رياضة السباحة لأنها تقوي العضلات كلها، وتساعد على تقوية الجهاز التنفسي وعضلات الكتفين والصدر على الخصوص، وهي رياضة وهواية يمارسها أناس كثر. إذن أفضل رياضة السباحة لأنها تقوي العضلات كلها، وتساعد على تقوية الجهاز التنفسي وعضلات الكتفين والصدر على الخصوص، وهي رياضة وهواية يمارسها أناس كثر. كيف يمكن للصياد أن يمارس هوايته دون أن يخل بالتوازن البيئي؟ نعم، سؤال جيد. إذن يمكن للصياد أن يمارس هوايته دون أن يخل بالتوازن البيئي إذا احترم ماذا؟ مواسم الصيد والتزم بها، لأن الصيد لا يكون طوال السنة، بل
بل يكون خلال أوقات ومواسم معينة تحددها الدولة، تحددها السلطات المختصة. إذن أول شيء الالتزام بمواسم الصيد، مواسم الصيد نحترم مدى مواسم الصيد والتزم بها. إذا اصطاد العدد المحدد من الطرائد المحدد سلفا، إذن فالسلطات المختصة تحدد للصياد ولهواة الصيد عدد الطرائد، مثلا ألا تجاوز طائرين أو حجلتين لا أتجاوزهما، أو يعني العدد محدد من الطرائد، الطرائد محددة. إذن في النص كلمات للعاقل استعملها الشاعر لغير العاقل، أذكرها مثل وتسعفنا الأيام، فالأيام لا تسعف. مثلا في النص كلمات للعاقل استعملها الشاعر لغير العاقل مثل ينفي الهموم، فالصيد لا ينفي الهموم. يصرف وفد الشيب، يصرف وفد الشيب، فالصيد لا يصرف وفد الشيب. إذن بقي عندنا في لرياضة الصيد منافع، لرياضة الصيد منافع، منافع صحية ونفسية وأخلاقية. أستخرج هذه المنافع من النص وأصنفها في جدول مناسب. إذن سنحاول. إذن منافع الصيد الصحية، النفسية، الأخلاقية. صحة، إذن من خلال النص، صحة الجسم، صحة ناظر، للسقم دافع، غنم صحة. النفسية للحزن دافع، السرور، السعد، المنى والأمنيات. الأخلاقية إغلاق باب القيل والقال، طيب النفس، الجود، السخاء، الصبر. إذن هذه مجموعة من المنافع قسمناها حسب أنواعها الصحية والنفسية والأخلاقية. إذن يشجع الصيد على الرحلات والأسفار. يناقش الموضوع، أناقش الموضوع مع أستاذي وأصدقائي وصديقاتي. إذن سأناقش هذا الموضوع مع أصدقائي، أعد موضوعا قصيرا وأناقشه عندما تنطلق إن شاء الله الحصص بعد هذا الوباء إن شاء الله. ثم التلمس الإيقاع، أقرأ الشطر الأول من القصيدة وأتأمل كتابته وإيقاعه ووزنه، فأنا فقط سأتأمل. المطلوب منك هو التأمل. يلومونني في الصيد والصيد جامع، إذن يلومونني أكتبها كتابة عروضية. في الصيد، في الصيد دو الصيد، إذن البحر فعول مفاعل، فعول مفاعل. إذن فقط أنت مدعو للتأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.